طيب يا شيخ محمد، احنا بقى ايه عاوزين نسألك بقى، يعني انت قرأت مثلا في يعني قدام مين، ولا قرأت في حضرة مين او كده، يعني في الحفلات طبعا القرآنية في بتندعي انت في العزاءات يعني. تمام. طيب طب مين قرأت انت قدام تقول القرآن؟ تمام. انا العزاءات قبل ما اروح الكلية كنت بقرأ عزاءات بس، تمام، وجماعة وحفلات في مقتصرة على البلدان والكرة. تمام بس. تمام. ساعة ما رحت الكلية بقى دخلنا امتحانات فريق الإنشاد الديني، فالكلية بقى بدأت تطلع حفلات بقى الدفاع الجوي والقوات المسلحة تمام والساحة الهاشمية في اللي هي بني عامر دي. أيوة عند الدكتور محمد أبو هاشم. أيوة تمام. وفي جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، رحنا بقى المنصورة ورحنا اسكندرية ورحنا حاجات يعني إيه مدن كتير. تمام. جه الدفاع الجوي في حفلات قرينا قدام قرأت قدام الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب. وكذا أكتر من مرة يعني. وكان يحضرنا برضو كتير من الأركان حرب وفرق يعني قوات كتير، قائد مش عارف إيه كده، ويعني ناس كتير. وبرضو رحنا قرية بتاعت تبع الجيش دي برضو، قرأت في قاعة مش متذكر اسمها برضو. ويعني الكلية هي الكلية هي اللي ودتك الأماكن ديت يعني. الكلية بفضل الكلية هي اللي ودتني الأماكن ديت يعني. يعني من غير الكلية ما كنتش أعرف أروح للأماكن دي. تمام.